السلام عليكم ورحمة الله حبايبي طلاب جريد 5. إن شاء الله دي هيكون الحصة التانية معانا. المرة اللي فاتت طبعا كان الليسونس بتاعنا كله أو الكونسبت الأول كله بيتكلم على البلان نيدز. طيب كنا أخدنا آخر حاجة، كنا بنتكلم على النيدز أوف بلانت. كانت إيه هي النيدز أوف بلانت؟ ها حد يفتكر معايا كده؟ كنا مقسمينها لبيزك، ها كمان وايه كمان، ونوت بيزك ونوت بيزك، بيزك ونوت ايه بيزك. كان ايه الفرق بين البيزك وبين النوت بيزك؟ تمام، ان البيزك دوت لو مش موجود يعني حصل له ابسنس هنا، ان البلانت هنا كانت جرو، مش هيقدر اللي هو ينمو. طب كانوا هما مين البيزك؟ كانوا سانلايت، كانوا سانلايت، وايه كمان معانا؟ وكمان كان ووتر، وايه كمان معانا؟ وكان كربون دايوكسيد، وكان كربون دايوكسيد. اي حاجه من دول لو مش موجوده في سؤال وات هابن، هقول له ايه اللي هيحصل. ايه اللي هيحصل؟ ان البلانتس هنا كانت جرو نمبر 2، او الجزء الثاني اللي هو النوت بيزك. النوت بيزك ده زي السويل، وكان كمان زي الاكسجين جاز، وكمان كان زي مين؟ تمام، كان زي كمان الفورست، وكان زي كمان الفود اور الشوجر. الفود اللي هو بيبقى الشوجر. طيب احنا هنا بنتكلم عن السويل دي اللي هي نوت بيزك، وقلنا كمان ان البلانت دوت ممكن ما يحتاجش سويل عشان يعمل جرو. يبقى انا ممكن يكون عندي سيد او عندي بلانت، يعني بعد ما يبقى بلانت هو كده كده ماله بقى can't grow without soil. هو يقدر ينمو بدون ايه؟ soil. طب هو عشان يقدر يعمل grow without soil، من غير ما يكون فيه soil، ايه اللي هو محتاجه؟ اللي هو محتاجه حاجة بقى احنا هنسميها hydroponic، hydroponic system. لازم يكون فيه hydroponic ايه system، لازم يكون فيه هيدروبونيك سيستم. هو لو في هيدروبونيك سيستم، البلانت هنا ده المكان ان البلانتس هنا يقدروا يعملوا فيه هنا ايه؟ جرو. طب الهيدروبونيك سيستم ده بيتكون من ايه؟ تعال نشوف. هيدروبونيك سيستم ده عباره عن بليس فول اوف ووتر، فول اوف ووتر يعني ممتلئ بالووتر، اند هاز عنده ايه بقى؟ لارج اماونت، and large amount of minerals، large amounts of minerals يعني في معادن كتير. مين هي المينرالز دي؟ اللي هي النيوترينز، اللي هي الايه؟ اللي هي النيوترينز. الشكل اللي قدام مننا دوت هو ده اللي احنا بنسميه هيدروبونيك، اسمه هيدروبونيك سيستم. ده بيبقى مكان زي ما احنا شايفين بيبقى full of water، full of water، وكمان contains important، contains important minerals يعني في المينرالز المهمين اللي البلانتس هنا هيكون محتاجهم عشان يقدر يعمل بيهم ايه؟ انه يقدر يعمل بيهم جرو. ده المكان اللي قدامنا كده بيبقى فيه ووتر اهي من تحت في المكان دوت معديه من هنا، وكمان البلانتس هنا بيبقى الروس بتاعه موجود في قلب او في المكان اللي الووتر بيبدا يمشي منه، وكمان فيها مينرالز. فلو في ووترز وفي مينرالز في اي مكان هنا، البلانتس هنا نوت نيد سويل، هنا مش هيكون محتاج ايه؟ السويل. يعني احنا نقدر نعوض السويل ديت باي حاجه تانية، بس الحاجه دي احنا سميناها ايه؟ هاربونيك ايه سيستم. فبالتالي الهيدروبونيك سيستم دوت اللي هو ده بديل للسويل، فبالتالي السويل دي نوت بيزك، عشان كده احنا قلنا عليها ان هي حاجه مش اساسيه. طيب احنا طبعا بردك اللي كنا اتكلمنا المره اللي فاتت اللي احنا عندنا الهيومن والبلانتس والانيمالز، كل دول محتاجين ايه؟ هما كل دول محتاجين حاجتين مهمين جدا، هما التلاتة محتاجين اير ومحتاجين ايه؟ ووتر. محتاجين اير ووتر. طيب هيعملوا بيهم ايه؟ الاير والووتر دول هما اللي هيخلوهم يعملوا ايه؟ هيعملوا سيرفايف اند جرو. هي دي الحاجات اللي هيخليهم يعملوا ايه؟ سيرفايف اند ايه؟ جرو. طيب بالنسبة بقى للبلانس، هو البلانس ده
محتاج اير ووتر بس، لا مش محتاج اير ووتر بس، لكنه محتاج كمان البلانس. ده ايه البلانس؟ كمان محتاج حاجة مهمة جدا اللي هي مين؟ اللي هي السان لايت. محتاج كمان الايه؟ السان لايت. السان لايت دوت طبعا هو بيساعد او بيعمل help to make plant food، عشان يخلي البلانت يعمل الفود بتاعه عن طريق الفوتوسينثيسيس بروسيس. طيب ايه؟ طبعا احنا هنتكلم عن الفوتوسينثيسيس بروسيس ديت بالتفصيل، بس قبل ما نتكلم عليها احنا عايزين نتكلم تاني على الاستراكشر بتاع البلانتس. طيب ايه الاستراكشر بتاع البلانتس اللي احنا اتكلمنا عليه الاول؟ يعني التركيب بتاع البلانتس ايه هو؟ كنا خدنا ثلاث حاجات. الحاجة اللي احنا خدناها كان roots و stems وكمان مين؟ وكمان ال leaves. root و stems و ايه؟ و leaves. طيب احنا هنتكلم تاني على ال function بتاعتهم، على الوظيفة بتاعتهم، وكمان هنشوف حاجة بقى جديدة معانا. يلا بينا هنبدأ أول حاجة بال roots. ايه هي الفانكشنز بتاعت الروس؟ احنا خدنا فانكشنز المره اللي فاتت، هنتكلم هنا عن فانكشن يعني وظيفه اللي هو بيعمل ايه. هو بيعمل absorb water and ايه and nutrients، بيمتص ال water والنيوترينس اللي هي المواد الغذائيه. طب بيمتصهم منين؟ from soil. هيمتصهم منين؟ from soil. وبالطريقة ديت هو طبعا هيعمل help للبلانت كله اللي هو يقدر يعمل grow and survive او يعمل الفود بتاعه. طيب الفانكشنز التانية بتاعت الروت هي ايه؟ ان الروت ده يقدر يعمل fix plant in soil، يقدر يثبت البلانت فين؟ في الصويل. يقدر يثبت البلانت في الصويل. طيب الروت ده بيكون عنده حاجة كده صغيرة بس كتيرة قوي منتشرة من عنده. تعال نشوف ايه الروس هنا في الصورة اللي عندنا دوت. ده طبعا ده الروس الاساسي اللي هو في النص دوت، اللي انا ببدأ اعمل عليه اللون بتاعنا البينك. طبعا بنشوف ان في الاحرف بتاعته في حاجات كده like hairs. like ايه؟ like hairs. هنسميها ايه؟ احنا مسمينها root hairs. يبقى كل روت عنده حاجة اسمها ايه؟ root hairs. طيب ايه هي ال function of root hairs؟ ايه هي وظيفة ال root hairs؟ ايه ال function بتاعت ال root hairs اللي هي بتعمل ايه؟ ان هي بتزود كمية المية والمواد المعدنية اللي بيحبها او بيكون عاوزها مين؟ اللي بيكون عاوزها ال root او ال plant عموما. يعني ال plant كل ما يعوز كمية water اكتر، كل ما يكون عنده root hair ايه اكتر. فالroot hair ده هيعمل ايه؟ هيعمل increase. هيعمل ايه؟ increase the amount of absorbed water and nutrients. يعني هيزود كمية ال water وال nutrients اللي هو هيعمل لهم ايه؟ اللي هو هيعمل لهم absorbed. يعني root hair ده هيعمل increase the amount of absorbed water and the nutrients، يعني هيزود نسبة الامتصاص اللي موجود عند الروت، لان طبعا المساحة بتاعته هو بيبقى منتشر في اماكن اكتر، فبالتالي هيقدر ان هو يمتص كمية ايه اكتر. يبقى what is the functions of root hair؟ هقول له ايه؟ it increase the amount of absorbed water and nutrients. طيب الروت هير كمان يقدر كمان ان هو يساعد اللي احنا طبعا عندنا طبعا هو متواجد، هو الوسيط اللي بين الروت، اللي بين الروت واللي بين السويل. مين الوسيط اللي بينهم؟ الوسيط اللي بينهم هو الروت هير. الوسيط اللي بينهم هو الروت ايه؟ الروت هير. فعشان الووتر والنيوترينس يبدأوا ان هما يعملوا باص ويعدوا من عند السويل ويروحوا للروت، هيكون عن طريق مين؟ عن طريق الروت هير. عن طريق مين؟ الروت هيرز. يبقى water and nutrients
باص فروم سويل تو روت ثرو، مين اللي هيبدأ يوديهم، مين اللي هيبدأ يعمل لهم ابزورب في الاول، هو الروت ايه، هو الروت هير. ديت كانت معانا الموضوع بتاع الروت. طبعا احنا عرفنا الفانكشن بتاعته، وعرفنا كمان لو بايه في لايك هيرز، في استراكشر صغير طالع منه لايك هيرز، وعرفنا ان هو كمان بيعمل increase the amount of absorbed water. طيب بعد كده هنبدا نتكلم على مين، هنبدا نتكلم على نمبر 2 اللي هو عندنا اللي هو الستيمز. طيب ايه هي الفانكشن بتاع الستيم اللي احنا خدناه من شويه؟ الفانكشن بتاعته اللي هي الوظيفه، هو بيعمل ترانسبورت، بيعمل ايه ترانسبورت، يعني هينقل لي الووتر اند النيوترينز، هينقل الووتر والايه والنيوترينز. طب هينقلهم منين؟ فروم ايه؟ او قال لي هينقلهم مثلا من عند الروت تو ريست اوف بلانت. تو ريست اوف بلانت هنا مش مقصود بيها ايه حاجه واحده، ريست اوف بلانت هنا مقصود بيها يعني هيوديهم للليفز، وهيوديهم للفلاور، وهيوديهم للفروتس، وهيوديهم لايه other parts of plant، يعني باقي اجزاء الايه البلانت. يبقى ايه هي الفانكشن بتاعت الستيم؟ الفانكشن بتاع الستيم اللي هو هيعمل ترانسبورت، هينقل الووتر والنيوترينز من عند الروت ويبدا يوديهم لباقي اجزاء تاني فانكشن عندنا الستيم هيعملها ان هو بيعمل سبورت، بيعمل ايه سبورت للبلانت، بيعمل ايه سبورت للبلانت. طب هيعمل سبورت لايه في البلانت بالظبط؟ ممكن نقول هيعمل سبورت مثلا للليفز، هو هيدعم هيقوي الليفز وكمان الفلاور. فعندنا دلوقتي تو فانكشن اوف ستيم، نمبر 1 هو transport water and the nutrients from root، هيبدأ ينقل ال water وال nutrients من ال root ويوديها ل other part of plant، صح rest of plant، صح هقوله to leaves صح. تاني حاجة هيعملها اللي هو هيعمل support، هيدعم ويقوي ال leaves وكمان ال flower، هو اللي بيقويهم. اللي قدامنا ده في الصورة ده ال structure بتاع ال stem. احنا شايفين طبعا الستيم دوت بيتكون من الجزء اللي هو لونه لبني دوت، هو حاجة اسمها الزايلم. اسمها ايه؟ زايلم. الزايلم ده بيساعد في نقل الووتر والنيوترينز من الروت ثرو ستيم ويوديهم لأذر بارت اوف بلانت. في بقى جزء صغير من الزايلم ده طبعا عبارة عن فيسلس، يعني اوعية او انابيب رفيعة جدا. في كمان جوه البرانش بقى، جوه الفروع الصغيرة، في small vessels، هو زايلم بردك بس بيكون أضيق وبردك بيساعد في نقل مين؟ الووتر والنيوترينز. يبقى احنا عندنا ايه اللي بيحصل بقى في الستيم كده واحدة واحدة، غير اللي احنا عرفنا اللي هو بيعمل ترانسبورت الووتر والنيوترينز. احنا عايزين نعرف ازاي. احنا عندنا الحاجة الأولى ان الووتر and nutrients، الووتر والايه والنيوترينز هيعملوا ايه؟ هل هما هيعملوا موف داون ولا موف اب؟ هما هيعملوا موف اب، هيعملوا موف اب، يعني هما بيطلعوا من الروت لحد فوق. طب موف اب ثرو ايه؟ من خلال مين؟ من خلال الستيم. من خلال مين؟ الستيم، يعني الستيم هو اللي بيساعد في النقل، دي ما فيهاش كلام. طب احنا دلوقتي عايزين نعرف فين في الستيم بس؟ ان فيسلز، في ايه؟ في فيسلز، في انابيب رفيعه cold، احنا هنسميها ايه؟ هنسميها زايلم، هنسميها زايلم. يبقى الووتر والنيوترينز، الووترز والنيوترينز هيعملوا ايه؟ موف اب. يعني ايه موف اب؟ يعني هترتفع لاعلى، هتتحرك لاعلى عن طريق ايه او جوه ايه؟ جوه الستيم. والكلام ده هيكون فين في الستيم بالظبط؟ جوه فيسلز، يعني جوه ايه اوعيه او طبعا جزء رفيع جدا او انابيب رفيعة جدا، احنا هنسميها ايه؟ زايلم، هنسميها ايه؟ زايلم. وكمان هيكون في smaller vessels، هي كمان هتقدر تعمل ايه بقى smaller vessels؟ تعال نشوف كده smaller vessels دي هتعمل ايه؟ smaller vessels دي هتعمل connect مين؟ الستيم with ليفز، هتوصل الستيم بالايه؟ بالليف، زي ما احنا شايفين كده في الصورة عندنا ان هو طبعا هو دوت، هو موصل ده الستيم
ومتوصل بالايه بالليفز دي. فمين اللي وصل الستيم بالليفز دي؟ سمولر فيسلز، هي نفس فكرة الزيلم، ان هي عبارة عن انابيب رفيعة، بس الزيلم ده موجود فين؟ جوه الستيم. يبقى احنا عندنا اللي هيحصل في الستيم بالظبط ايه؟ ان الووتر والنيوترينز موف اب. طب موف اب ازاي؟ عن طريق مين؟ الستيم. ازاي في الستيم بالظبط؟ عن طريق في فيسلز. الفيسلز دي احنا هنسميها ايه؟ زيلم. وفي كمان سمولر فيسلز هتبدأ تعمل كونكت الستيم بالايه؟ بالليفز. يبقى دلوقتي مين اللي ساعد البلانتس ليفز ان الووتر والنيوترينز يطلع لحد فوق؟ يبقى عندنا اهو البلانت ليفز، ماشي، عشان تقدر تاخد الووتر اند نيوترينز يوصل لحد عندها، عدت بكذا مرحلة، عدت بكذا ايه مرحلة. طبعا هما كانوا فين في الاول؟ هما كانوا في السويل. جه دور مين اول واحد؟ مين اللي عمل الهيلب هنا؟ الهيلب نمبر وان كان عن طريق الروتس، هو اللي عمل ايه؟ هو اللي اخد الووتر والنيوترينس من عند السويل وداها للروتس، والروتس ده المرحلة التانية عن طريق الزيلم. اللي هو فين الزيلم؟ اللي هو في الستيم. الزيلم اللي في الستيم هيبدأ يعمل ترانسبورت، ينقل الووتر والنيوترينز من عند الروت ويوديهم عند الستيم. طب وتالت حاجة كمان اللي حصل، وتالت حاجة كمان المساعدة كانت عن طريق سمولر فيسلز، كان عن طريق سمولر ايه؟ فيسلز، اللي هي السمولر فيسلز دي بتوصل بين حاجتين، بين الستيم وبين الليفز. يبقى الووتر والنيوترينز كانوا فين؟ تعالى كده ناخد واحد حاجة حاجة كده. نمبر 1 كانوا عند السويل، بعد كده عمل لهم ابزورب الروت عن طريق الروت هير، بعد كده الزيلم بدأ ينقلهم جوه الستيم، وبعد كده جه دور السمولر فيسلز اللي هي بتوصل الستيم بالليفز، فأخدتهم من الستيم وودتهم لمين؟ وودتهم للليفز. كده واضح نعرف الووتر والنيوترينز اتنقلوا ازاي بالظبط. الجزء اللي بعديه هنتكلم هنا على التايبس اوف ستيم. الصاج دوت بيبقى ليه انواع، تعال نشوف كده نوع نوع من عندنا. نمبر 1 عندنا اسمه وود ستيم. اسمه ايه؟ وود ستيم. اسمه ايه؟ وود ستيم. ده اللي قدامنا في الصوره اللي قدامنا ديت، ده كده الوود ستيم، او في الاشجار الصغيره جدا. الوود ستيم ده بقى موجود فين؟ في تري ترانك، في تري ترانك، في جذوع الاشجار اللي هي الاشجار الكبيره الخشب اللي قدامي ده، او في الايه؟ في شرابس، في الايه؟ في شرابس. شرابس ديت اللي هي الايه؟ شرابس ديت اللي هي الشجيرات، يعني الشجر الصغير شويه. يبقى اول نوع من الستيم عندنا هو اسمه وود ستيم. اسمه ايه؟ وود ستيم. الوود ستيم ده موجود فين؟ في تري ترانك، او في الايه؟ في شرابس. طيب النوع التاني عندنا اللي هو في الصورة عندنا دوت، ده نمبر 2، بنسميه احنا ايه؟ ابرايت ستيم. ما هنسميه ايه؟ ابرايت ستيم، اللي هو الساق اللي هو لاعلى بيبص لفوق. ابرايت ستيم اسمه ايه؟ ابرايت ستيم. ابرايت ستيم ده زي ما احنا شايفينه بيبقى فين؟ بيبقى هو اللي كاري فلاور، او هو اللي موجود عند الفلاور. نمبر 3 اسمه كلايم ستيم. اسمه كلايم ستيم. اسمه ايه؟ كلايم ستيم. الكلايم ستيم ده موجود بقى فين؟ في الفاينز. موجود فين؟ في الفاينز. ايه الفاينز ده؟ اللي هو الكريبس، هو في العنب زي ما احنا شايفين. ده بيبقى ساق متسلق، ده بيطلع مثلا على الحوائط بتاعت المنازل، بيطلع ممكن لحد الروف فوق، ويبدا كمان يمشي على اي اخشاب او على اي حاجه ممكن يمشي عليه، فهو اسمه كلايم ستيم. كلايم ستيم. طيب بعد كده عندنا نوع نمبر 4، النوع الرابع دوت احنا بنسميه تيوبرز. بنسميه تيوبرز. تيوبرز دوت زي ما احنا شايفين موجود فين؟ ان بوتيتو. موجود عندنا في البوتيتو، غير ان هو موجود في البوتيتو دوت، هو دايما قال لي هو جرو
grow، الستيم ده grow under soil، بيبقى موجود تحت الايه soil او تحت ground، بيبقى دايما موجود تحت الارض. مين ده بقى؟ ده التيوبرز، ده النوع الرابع اسمه ايه؟ تيوبرز. اخر نوع عندنا بنسميه رانر، بنسميه باين جدا اسم رانرز، لان هو مسمينه رانرز لان هو فعلا الصاج ده بيجري على الارض، ده بيجري على الارض وبينتشر، يعني تبقى زارع حاجه وتلاقيها ايه طلع جنبها وجنبها وجنبها، هو مش كده، هو الستيم ده هو اللي هو بيعمل ايه grow along ground، grow along ايه ground. يعني ايه grow along ground؟ يعني هو بينمو بمحاذاة الأرض، يعني فوق الأرض أو على وش الأرض بالظبط، ده اللي هو الرانرز، ده اللي هو الإيه رانرز. يبقى إحنا كده عندنا 5 types of stem، تعالى كده نراجعهم بسرعة. نمبر 1 wood stem، اسمه wood stem. wood stem ال wood stem دوت صورته إيه قدامنا، اللي هو الخشب اللي قدامنا ده موجود فين؟ in tree trunk أو إيه shrubs. نمبر 2 هو upright stem، upright stem ده بيبقى موجود في معظم الفلاور. نمبر 3 هو climb stem، موجود في الفاينز او grapes، وعندنا كمان tubers ده موجود في البوتيتو وده بيعمل grow under the ground، والرانرز ده اللي هو grow along the ground، بينمو بمحاذاة الايه الارض. تالت حاجة هنتكلم عليها النهاردة هي مين؟ الليفز. احنا خدنا الليفز وعرفنا ان الفانكشن الاساسية بتاعتها ان هي اللي بتعمل ايه make food of plant، هي اللي بتعمل الفود بتاع ايه بتاع البلانت، هي اللي بتعمل الفود بتاع البلانت، وعرفنا الموضوع دوت كتير. يبقى الفانكشنز الاساسية عندي بتاعت الليفز احنا قلنا هو make food of plants. طبعا احنا عارفين ان الليفز ديت من ضمن الوظائف الاساسيه بتاعتها عشان تعمل الفود، اللي هي بتعمل كولكت، يعني بتجمع السان لايت، بتجمع الايه السان لايت، ومش كده وبس، هي زي ما هي بتجمع السان لايت، وهناخد في السيشن الجاي ان شاء الله ازاي بتعمل كولكت للسان لايت، هي كمان محتاجه تعمل ايه؟ محتاجه تعمل allow air to pass، هتعمل allow air to move into leaves، يعني ازاي الاير هيخش الليفز، هيخش الليفز ازاي؟ through stomata. through ايه؟ stomata. ايه الاستوماتا دي؟ ديت الفتحات الصغيرة اللي هيخش عن طريقها الاير او كربون دايوكسيد. طبعا هو بيخش اير وبعد كده النبات بيبدأ يمتص الكربون دايوكسيد، هي موجودة قدامي اهي الاستوماتا دي، تعال نشوف كده ايه قصتها، اسمها ايه استوماتا. ايه الاستوماتا دي؟ الاستوماتا دي قال لي هي very small opening، very small opening، او بتتقال عليها هي small pores، they are small بورس، هي فتحات صغيرة جدا. مالها بقى؟ in which the air is allowed to move، هي اللي هتسمح للاير تو موف، in which air move to leaves of plant. يبقى هسأل سؤال، الاستوماتا دي موجودة فين؟ في الروت ولا في الستيم ولا في الليفز؟ موجودة في الليفز. موجودة فين بالظبط في الليفز؟ موجودة على surface of leaves، موجودة على surface of leaf، على السطح بتاع الورقة، يعني مش موجودة داخلها، ده على السطح، هي فتحات صغيرة جدا هي اللي بتدخل الاير لحد الليف، زي احنا كده كهيومن بنبدأ نخلي ايه، احنا كهيومن بنخلي الاير يخش البادي بتاعنا عن طريق النوز بتاعتنا، فبالتالي الاستوماتا هي دي النوز بتاع البلانت. طيب احنا دلوقتي عايزين كمان زي ما عرفنا وظيفة الاستوماتا اللي هي عبارة ايه اللي هتعمل allow للاير تو موف، عرفنا ان هي عبارة عن small opening موجودة في البلانت وهي اللي هتدخل الاير، وعرفنا كمان ان الليفز عموما هي اللي help in making food. طيب عايزين كمان نعرف types of leaves، types of leaves، يلا بينا.
احنا عندنا نوعين من الليفز زي ما احنا شايفين. الاولى بنسميها نيرو ليفز، نيرو ليفز اللي هي رفيعة جدا، نيرو ليفز، ودي بيقولي هي لوك لايك نيدلز، هي شبه النيدلز شبه الابرة، او بتبقى موجودة في الباين تري. وفي ناس كمان بتقول بدل ما تقول عليها اللي هي شبه النيدلز بتقول عليها شبه السبانس، شبه السبانس اللي هي عندها اشواك. هي عموما موجودة فين؟ في الباين تري. اما النوع التاني هو فليت اور وايد ليفز، ورق عريض، ورق مسطح زي اللي قدامنا دي في الصورة، اللي هو ورقة الشجر العادي جدا سواء كانت صغيرة او كبيرة. يبقى احنا عندنا two types of leaves، narrow leaves and flat wide leaves، يا ورق رفيع جدا زي في الشكل قدامنا، يا اما ورق عريض ومسطح. ال narrow leaves قلنا عليها ان هي شبه النيدلز وموجودة في الباين تري، موجودة في الباين تري. طيب يبقى الليفز ديت اختصار كل اللي احنا خدناه عن الليفز. الليفز ديت خدنا عندها حاجة اسمها ستوماتا، والمرة الجاية هناخد عندها حاجة اسمها كلورو، كلورو فيل، عندها حاجة اسمها كلوروفيل، هناخدها المرة الجاية عشان نكون بردك عارفينها. الاستوماتا ديت هي اللي هتعمل allow للاير اور جازز، يعني ممكن نذكرها بكلمة جازز، تو موف، هي اللي هتسمح للغازات او للاير ان هو يخش ان واوت، داخل وخارج، يعني داخل الكربون دايوكسيد وبيطلع الاكسجين، ودي موجودة على السيرفيس بتاع الليفز. اما الكلوروفيل ديت هي اللي هتعمل ايه؟ هي اللي هتعمل كابشر للسن لايت، هي دي اللي هتمتص، كابشر دي زي ابسورب كده، هي اللي هتعمل ابسورب اللايت انرجي، هو اللي هتمتص اللايت ايه؟ انرجي، هي اللي هتمتص ضوء الشمس. هناخدها المرة الجاية بالتفصيل فمحدش يستعجل عليها. اما الاستوماتا دي خدناها النهاردة، هي عبارة عن ايه؟ هي سمول ايه بورس، فتحات صغيرة جدا موجودة في على السيرفيس بتاع الليفز، وظيفتها اللي هي allow air or gas to move in and out، دخول وخروج بقى للليفز. طيب ايه اخر حاجة هناخدها النهاردة؟ هي الفوتوسينثيسيس، خدناها قبل كده هناخدها النهاردة تاني والمرة الجاية تاني. هي الفوتوسينثيسيس، طول ما احنا شغالين في الكونسبت بتاع البلانت نيد احنا شغالين على الفوتوسينثيسيس. طيب الفوتوسينثيسيس دي هي عباره ابروسس، ابروسس تعال نكتب الديفينيشن بتاعها، ابروسس اوف ميكينج فود، هي عمليه صناعه الايه؟ الفود، ميكينج فود ان، موجوده فين بقى المكان ده؟ ان بلانت ليفز، الكلام ده بيحصل فين؟ جوه اوراق الايه؟ الاشجار. يبقى الفوتوسينثيسيس دي هي process of making food in the plant leaves by using، احنا بنستخدم هنا ثلاث حاجات، مين يقولهم لي الثلاثه؟ اللي هم ال basic needs of plant، sunlight هيخش عن طريق ايه من شويه قايلين؟ chlorophyll، chlorophyll اللي احنا هناخدها المره الجايه بالتفصيل. طيب وايه كمان؟ محتاجين كربون دايوكسيد، محتاجين ايه؟ كربون دايوكسيد اللي هو هيعمل ايه عن طريق مين؟ الاستوماتا. ومحتاجين كمان ايه؟ ووتر، محتاجين ووتر دي اللي هتخش عن طريق ايه؟ السمولر فيسلز، السمولر ايه؟ فيسلز اللي هي جايه عن طريق الايه؟ اللي هي بتوصل الستيم بالليفز، اللي هي بتوصل الستيم بالايه؟ بالليفز. يعني احنا دلوقتي عرفنا ان الفوتوسينثيسيس ديت، ان الفوتوسينثيسيس ديت بتعمل ايه؟ هي بتحصل في البلانت ليفز، وغير ان هي بتحصل في البلانت ليفز عشان تعمل ميكنج فود، عرفنا النيدز بتاعها الثلاثه وكل حاجه وصلت ازاي للليفز، وصلت ازاي للليفز. طيب يبقى احنا كده عندنا الاختصار بتاع الموضوع بردك عندنا في الفوتوسينثيسيس دوت، احنا عندنا الفوتوسينثيسيس ديت required، محتاجة شوية حاجات اللي هما مين؟ ال necessary بتاعنا، الحاجات اللي هي محتاجاها أو ممكن أقول عليها need أو ممكن أقول عليها used، دول تلات حاجات نقولهم للمرة المليون
هما sunlight sunlight ها، وايه كمان؟ وكربون دايوكسيد، كربون دايوكسيد، وايه كمان؟ وكمان water، ونزود معاها نيوترينس او مينرال، نيوترينس او مينرال. اما الحاجة البرودكت بقى بتاعنا، البرودكت يعني الناتج اللي هيطلع من عندنا، ممكن اسميه كلمة release. release يعني الحاجة اللي هتخرج، هما حاجتين نركز اول، هما ايه الحاجتين؟ جلوكوز، جلوكوز، الجلوكوز ده اللي هو مين؟ الشوجر. والحاجة التانية هي مين؟ تمام، الحاجة التانية هي الاكسجين جاز، هي مين؟ الاكسجين جاز بلس ووتر فيبر، وهيطلع معاها بعض من البخار المية. يبقى الفوتوسينثيز عندنا هي ليها حاجات ضرورية عشان تحصل، sunlight وكربون ديوكسيد ووتر ومينرالز او نيوترينز، وفي حاجات هتعمل لها الريليز يعني هتتخلص منها اللي هو الشوجر والاكسجين. طب هل بقى الفوتوسينثيز دي important، هي مهمة ولا لا؟ اكيد هي حاجة مهمة جدا. طب هي مهمة لمين؟ هي مهمة لمين؟ للبلانتس بس ولا كل الليفنج اورجانيزم؟ هي مهمة للبلانتس ولا لا؟ تعال نشوف كده. اه طبعا مهمة للبلانتس، لان البلانتس عن طريقها هيعمل ايه؟ البلانتس عن طريقها هيعمل يوز، هيستخدم الشوجر او الجلوكوز على انه انرجي، ويبدأ ان هو يستفيد بيه. لكن هل هي بقى مهمة للهيومن ولا لا؟ هل هي مهمة للانيمالز ولا لا؟ اه طبعا مهمة جدا. ازاي؟ هي هما مش محتاجينها؟ لا، هي هما محتاجينها عشان دي اللي هتديهم الايه؟ الاكسجين جاز اللي هيتنفسوه. وكمان هي بتساعد ان البلانت يكبر، والهيومن والانيمال بيعتمدوا في الطعام او الفود بتاعهم على مين؟ على البلانت. إيه طبعا احنا لسه مستمرين في الكونسبت ده، احنا ما خلصناهوش. المره الجايه كان فاضل لنا جزء بتاع الكلوروفيل هنتكلم عليه بالتفصيل، وكمان هنتكلم على بقيه الكونسبت. يا ريت نذاكر كويس ونهتم بحفظ الوظائف اللي عندنا، واشوفكم على خير ان شاء الله المره الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.